هالمساحيق والتجميل للزينة للزوج فقط، فيها تغيير لخلق الله، ولو كانت تجوز وضع هذا الزوج جزاكم الله خيرا. لا بأس باستعمال المساحيق للزينة إذا كان الغرض منها التزين للزوج، ولا تخرج بها للأسواق وتفتن بها الرجال، إلا إذا كانت هذه المساحيق مما يتجمد على الجلد ويكون له كثافة تمنع وصول ماء الطهارة إلى الجلد، فإنها لا يجوز استعمالها في الأيام التي تجب عليها الصلاة فيها، أما في أيام حيضها أو نفاسها فلا بأس أن تستعملها. جزاكم الله خيرا.